السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هسأل حضرتك أستاذ الشيخ محمد أبو بكر سؤال، اتفضل. لأن أنا فعلا تعبانة بسبب السؤال ده. اتفضلي. أنا ليا ابني اتوفى بقاله 3 سنين ونص، بشهادة الشهود مش بشهادتي أنا، نزلت عليه جمال، هو كان حلو بس كان جميل زيادة عن اللزوم، لدرجة إن الدكتورة بتاعت الصحة قالت داخلة تقول لي اللهم صل على النبي الله أكبر، فبقول لها هو الميت بيتحسن؟ قالت لي ابنك يتحسن. فقالوا لي آية، قالوا لي بيقولوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دي فعلا البني آدم فعلا ما بيموت يا شيخ محمد، ولا دي حاجة تانية؟ أنا حاسة إن هو مكانته حلوة، وعندي أمل كبير إن أنا وهو نتقابله في يوم من في الآخرة بإذن الله. هو توفى عنده كام سنة يا مدام هالة؟ 27. 27، وهو بقاله 3 سنين ونص. هو تعبني قوي لأنه ما عنديش غيره، وعندي بنت بس هو كان مطبق قوي. وما كانش عنده حاجة، كان قاعد بيسلمني ورجع لورا. كده يعني انا داخل ان هو ما كانش عارف يعني صح سبب الوفاء، ان هو داخل زي شوفي ساكته، الله اعلم، انا ما اعرفش، ده عمره انتهى. يعني هو مات وانت قاعده معاه بتتكلموا عادي؟ وانا ماسكه ايده يا روحي، ماسكه ايده. يا روحي. انا قعدت لابسه على اسمه 3 سنين ونص، بيتشي بس اللي علقتني لسه في البيت. انا طبعا مخرج بيه، لكن في البيت طيب. كنت ليل ونهار لابسه اسود. وهو كان ابن بار وكان محترم وكان جميل. كان عنده امه، دي حاجه تانية. هو ابني حبيبي يعني، هو كان انا بقول لهم يقول لك حسن خط احمر يعني ايه مدلع، كنت فعلا مدلعه يعني. وعمره اسمه كان احساسي انه صغير انه هيموت صغير، ما اعرفش. طيب سؤال حضرتك ايه مدام هالة؟ حضرتك هي الايه دي معناها، انا عارفه انه بعيد عن الحلقه بتاعت النهارده، بس لا يعني عادي، ما فيش يشرح حاجة. يشرح حوالي فعلا البني ادم اللي بيموت بينزل على وشه. على فكره معلش انا اسف، انا لي اخ برضه ميت بس من زمان، كان عنده 23 سنه، ودلوقتي انا حاسه بامي الله يرحمها لما كانت تقول قلبي وجعني. انا لغايه دلوقتي مش عارفه انسى قلبي وجعني. وعلى فكره برضه معلش، انا كل يوم بقرا له الفاتحه بالليل مع صلاه العشاء، بعد ما اخلص العشاء بقرا له الفاتحه، واخويا قال لي اقري قل هو الله احد كمان. وخدمت له المصحف كام مره، بس انا تعبانه، فانا عايز اعرف هو فعلا الايه دي بتنزل على الميت بالطريقه دي؟ انا اسفه اني طولت عليك. لا خالص يا مدام هاله، شكرا لحضرتك، وفضلت الشيخ هيرد عليك. طيب خلي كلامي يا حاجه هاله لكل ام فقدت ولدها ولم تستطع الصبر على فراقه لما حل بقلبها من الم. احنا عندنا الابتلاء نوعين، ابتلاء ترقيه وابتلاء تنقية. ابتلاء التنقية بيبقى اللي زي حالاتي دول كلهم ذنوب، فربنا بيبتليهم عشان ينقيهم، علشان لما ينقوا يبدأوا ياخدوا مسار المؤمنين. طب واللي زي حالاتك؟ اسمه ابتلاء الترقية. يعني ابتلاء الترقية يعني ابتلاهم ليرقيهم ليعلوا بدرجاتهم في الجنة. هنيئا لك، سبق الولد على باب الجنة يأخذ بيدك إن صبرت واحتسبت واسترجعت إلى الله سبحانه وتعالى وادخرتيه عند الله سبحانه وتعالى. ده أمر. الأمر الثاني، أعلم أن الفراق صعب، والبكاء من رحمة ربنا، أن البكاء ما يعذبش الميت زي ما مشهور ومعروف، لا، ده البكاء رحمة. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بكى على ولده سيدنا إبراهيم، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له أنت يا رسول الله؟ قال إنها رحمة، في رواية لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية لسيدنا عمر قال إنها رحمة يا ابن الخطاب، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان حينما يدخل القبر إذا كان إنسانا صالحا يقال له نم،
كما ينام العروس ليلة عرسه ويفتح له في قبره مد البصر، يتحول القبر إلى روضة من رياض الجنة. الإنسان يتخيل هذا الوقت، أي إنسان يموت بين صلاتين، خلي بالك أي إنسان في الدنيا لازم يموت بين صلاتين. فالإنسان لما يكون صالح أول ما تجيله الملائكة تقومه يظن أن هم مقومينه عشان يصلي، فيقولون أديروني لأصلي، فيقولون يا عبد الله لا صلاة. بعض الناس في القبر، بعض الناس في القبر من شدة نور أعمالهم ومن شدة درجاتهم، الوقت الذي يجلسونه في القبر مش زي ما انت حضرتك بتعدهم 3 سنين و4 سنين، لا، زي الوقت اللي بيقعدوا في الجامع بين الأذان والإقامة. تخيل الوقت ده كله من يوم ما مات لحد يوم القيامة زي الوقت الصغير اللي بيقعدوا ربع ساعة بين الأذان والإقامة. طيب نداء ربنا ليه سبحانه وتعالى؟ ده نداء لأنواع النفوس، وهذه النفس المطمئنة من أعلى النفوس. يا أيتها النفس المطمئنة التي جاءت لتستريح من عناء الدنيا ومن تعب الدنيا ومن شقاء الدنيا إلى جنة الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى القبر الذي هو أول منازل الآخرة، فمن نجا فما كان بعده أيسر، ومن لم ينجو كان بعده أشد وأعصر. هنا يدرك منزلته من الجنة أو منزلته من النار، هنا يعرف درجته في الجنة، هنا يعرف كيف يأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله وإما وراء ظهره. فنادى الله أهل النفوس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أمان من الله لتلك النفوس بأنك عائد إلى من خلقك، بأنك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفتكر إن ضمة القبر، أقول لك ضمة القبر ده ضمة صعبة، أبدا، ضمة القبر على حسب عملك، فإن كان عملك صالحا أحيلك إلى أم عاد ولدها بعد سفر طويل وهي تحتضنه. كيف تحتضنه؟ جميل الحضن. تحتضنه حضنا جميلا هينا لينا سهلا، هكذا الأرض تحتضن الإنسان الصالح. وهي النفس المطمئنة دي تخص ناس معينين؟ طبعا، لأن احنا نفوس أنواع. في النفس اللوامة وفي النفس الأمارة بالسوء وفي النفس الراضية وفي النفس المرضية وفي النفس المطمئنة، أنواع نفوس. فهذه النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى لقاء ربها سبحانه وتعالى وأحبت لقاء الله سبحانه وتعالى. وكم من نفوس مطمئنة تعيش بيننا ولا نراها، وتعيش بيننا ولا نشعر بها إلا إذا فقدناها. رحمة الله على ولدك، وألهمك الله الصبر والثبات وربط على قلبك، اصبري واحتسبي وادعي له ما شئت، وأبشرك بأن شهادتك أنت ببره شهادة ضمان له إلى الجنة إن شاء الله تعالى.